نشرة إخبارية مفصلة من أورينت، والبداية بالعناوين. إسرائيل تؤكد تحول لبنان إلى دولة تحكمها عصابة، وتقول إنه يجب على إيران أن تشعر بالتهديد. منظمة المجلس النرويجي للاجئين تعلق عملها في مخيم الهول شرق الحسكة بسبب تهديد أمني. في اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، أكثر من 1800 معتقل فلسطيني اختفوا قسريا في سوريا، وواشنطن تطالب بمحاسبة نظام أسد. بعد الغارات الروسية، اندلاع حريق ضخم في أحراج قرية الحمامة قرب جسر الشغور غرب إدلب، وتخوف من وصوله للمنازل السكنية. في السودان، مقتل طالب جامعي وإصابة العشرات بإطلاق نار لتفريق المتظاهرين بدارفور. أهلا بكم. قال وزير الخارجية الإسرائيلية إير لابيد إن العالم يحتاج لوضع خطة بديلة للاتفاق النووي مع إيران، ويجب على طهران أن تشعر بالتهديد. وأوضح لابيد أن قضية ناقلة الوقود الإيرانية التي من المفترض أن تبحر إلى لبنان هي مسألة أمنية وتعالج وفق هذا الشأن، وأشار إلى أن لبنان تحول إلى دولة تحكمها منظمة إرهابية على حد وصفه. للوقوف عند هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من القدس الدكتور والأستاذ في العلوم السياسية الدكتور مائير مصري. أهلا بك دكتور مائير إلى هذه النشرة. على ضوء تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي، برأيك ما هو البديل عن الاتفاق النووي الإيراني؟ دكتور مائير، أنا أعتقد بأنه أولا نحن اليوم ما سمعناه من وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، وهو رئيس الحكومة الحقيقي بما أنه يمثل التيار الأقوى والأكبر من حيث عدد المقاعد بالكنيسة داخل هذا الائتلاف الحاكم، يمثل هذا الموقف تطور في الموقف العام للوسط يسار داخل إسرائيل الذي يمثله يائير لابيد داخل الحكومة. علينا أن نعرف أنه يائير لابيد وحلفائه داخل الحكومة من تيارات الوسط واليسار قد دعموا اتفاق فيينا بالعام 2015، قد دعموا مبادرة الرئيس أوباما، وقد عارضوا نتنياهو، وحتى قبل 6 أشهر كانوا يعولون كثيرا على العودة مرة أخرى إلى هذا الاتفاق حينما أتى أو وصل الرئيس بايدن إلى السلطة. إذن نحن نرى اليوم تطور في الموقف الإسرائيلي فيما يتعلق بالقسم الذي كان معارضا لليمين ولموقف اليمين في السابق. اليوم هناك الرغبة في ردع النظام الإيراني أصبح محل إجماع في إسرائيل، طبعا على ضوء تطورات في المشهد الإقليمي والتمادي الإيراني وازدياد عن أعمال البلطجة في الخليج العربي وفي ممرات الملاحة الدولية. وبالتوازي مع هذا هناك كذلك سياق دولي، حيث أننا نرى اليوم أن العالم أصبح أكثر تجاوبا مع مطالب دول المنطقة من إسرائيل، من إمارات، من السعودية، من جميع الدول الملتزمة حقيقة بالقانون الدولي والتي تريد وضع حد لأعمال البلطجة والتمادي الإيراني. نعم، رأينا موقف المملكة المتحدة الذي هو من أقوى المواقف اليوم حزما. المملكة المتحدة تريد استصدار قرار إدانة من مجلس الأمن فيما يتعلق بواقعة الباخرة في بحر عمان، كذلك دول أخرى في المعنية باتفاق مع النظام الإيراني بالعام 2015. نعم. وبالتالي نعتقد بأنه كل هذا يجب أن يؤخذ على محمل الجد من قبل الولايات المتحدة، واليوم على الولايات المتحدة أن تتجاوب مع هذا السياق الجديد وأن تلعب دور في محاولات احتواء الخطر الإيراني. نعم للمفاوضات مع النظام الإيراني، ولكن بالتوازي يجب أن تكون هناك قوة رادعة. نعم دكتور مائير، وزير الخارجية الإسرائيلي عرج أيضا خلال تصريحاته إلى قضية ناقلة النفط الإيرانية التي من المقرر أن تبحر إلى لبنان، وقال أنها ستعالج بطريقة أمنية. وفق تقديرك، ما هي الطريقة الأمنية التي قصدها وزير الخارجية؟ هل من الممكن أن تقصف أم أن يسمح لها العبور كما سمح لكثير من ناقلات النفط بالوصول إلى مناطق نظام أسد؟
هناك في إسرائيل، أولا إسرائيل تفصل بين نظام الأسد وحزب الله. نظام الأسد طبعا رغم أنه نظام ظالم وقمعي إلا أنه قائم ويمثل إلى حد ما يعني شيء، وهو لا فرق بينه وبين ميليشيا حزب الله. دكتور مائير، صحيح صحيح صحيح، أنا أتفق معك من حيث المضمون، ولكن بالنسبة لإسرائيل حزب الله تمثل ميليشيا، وهذه الميليشيا قريبة من الحدود الدولية لإسرائيل ومتهمة بعمليات قصف. نظام الأسد هو نظام مطيع، وهو صح أثنه أسدا على شعبه، ولكن هو أرنبا أمام الجيش الإسرائيلي، وكل من كل دولة مسؤول عن مواطنيها وعن حدودها، وبالتالي إسرائيل. إذا ما الإجراء التي تتوقعه أن تأخذه إسرائيل تجاه ناقلة النفط الإيرانية دكتور؟ إسرائيل لن تسمح بأن يكون هناك نقل لأسلحة استراتيجية أو لمواد ممكن أن تدخل في إطار الحرب إلى ميليشيا حزب الله. هناك خطين أحمرين بالنسبة لإسرائيل، لا لاقتراب الميليشيات الإيرانية وزرع صواريخ بالقرب من الحدود الدولية لدولة إسرائيل، ولا لنقل أسلحة نوعية إلى حزب الله. نقطة على السطر، لن تقبل إسرائيل بأن يكون هناك نقل للنفط وبحجج واهية حقيقة. وحزب الله نحن نتساءل بأي صفة هو يستورد النفط، اللي هو يعني حسن نصر الله وزير التموين فيه، وزير النفط فيه في لبنان، ومسؤول عن الغذاء، شيء غريب حقيقة أن يكون هذا. نعم وصلت الفكرة، سأكتفي معك بهذا القدر. الدكتور مائير المصري، الأستاذ في العلوم السياسية في الجامعة العبرية، كان معنا عبر الهاتف من القدس، شكرا جزيلا لك. علقت منظمة المجلس النرويجي للاجئين NRC نشاطاتها في مخيم الهول شرق سوريا والذي تديره ميليشيا قسد بسبب تعرضها لتهديد أمني. وذكر موقع فرات بوست أن هناك إمكانية لإغلاق المنظمة نهائيا بسبب تعرض موظفيها للتهديد من قبل أشخاص يعتقد أنهم يتبعون لتنظيم داعش بحسب الموقع. طالبت الولايات المتحدة بمحاسبة نظام أسد وإنهاء معاناة أكثر من 130 ألف سوري محتجز أو مفقود. وفي السياق ذكرت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا في تقرير لها في اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، ذكرت أن أكثر من 1800 لاجئ فلسطيني لا زالوا مختفين قسريا، غالبيتهم في سجون ميليشيا أسد. اندلع حريق ضخم جراء الغارات الروسية التي استهدفت محيط قرية الحمامة قرب جسر الشغور غرب إدلب، فيما يعمل الدفاع المدني على إخماده وسط تخوف من وصوله لمنازل المدنيين القريبة. الدفاع المدني السوري الآن احنا متواجدين في ريف جسر الشغور لإخماد حريق الأراضي الأحرار وأيضا الأراضي الزراعية. الحريق كبير جدا، أخذ مساحات واسعة وأيضا اقترب من بيوت المدنيين. الآن فرقنا يتعامل على إخماد الحريق بشكل كامل. أثناء عملية إخماد الحرائق في الأحراش الزراعية لأطراف بلدة الحمامة، يعود الحرب الروسي الى الاجواء. لا يا امير، راح يتعلق لك خطوم، راح يعمل لك واحد. يلا بيا اقتحمت ميليشيا الجولاني مخيم أفات في دير حسان شمال إدلب، في حين قال ناشطون إن عناصر الميليشيات حاولوا هدم الجدران التي بناها الأهالي في أوقات سابقة دون معرفة الأسباب. هذا هاي الساحة وهذا مخيمنا، هاي الكتل أنا ماخذها بالظهر ومن هين، فهاي الساحة صارت سبب لنا إشكالات، فجينا ما عندنا حدا، هذا وضعها، هاي غربيتنا وهاي شماليتنا وهاي الكتل، يعني تطلع الحرب على الشارع مباشرة، تمام؟ والزلمة والبني آدم يعني كتل تعرفونها كلياتكم، لا بحوش ولا بشي، من الباب على الشارع. فقمنا
سويت هالبوابة هاي تمام، لاني ما حوالي حدا، جيت وحط هنا بوابة مدخل، فوت اكبر سيارة، جينا على المنطقة من وراء تجي عالم تنزل. قتل مدنيان وأصيب ثالث بجروح جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات قصف سابق لميليشيا أسد على مدينة الأتارب غرب حلب. ويعمل الدفاع المدني بشكل مستمر على إزالة مخلفات القصف، إضافة لإجراء دورات للتوعية من مخاطرها. أدخلت القوات الأمريكية رتلا محملا بمعدات ومواد لوجستية من العراق لدعم قواعدها العسكرية بالحسكة. وتضمن الرتل 30 شاحنة وناقلات تحمل سيارات دفع رباعي أدخلت من شمال العراق باتجاه القاعدة الأمريكية في منطقة شداد جنوب الحسكة. إلى السودان، حيث قتل طالب جامعي وأصيب العشرات أثناء فض القوات العسكرية تظاهرة طلابية في دارفور خرجت احتجاجا على تردي أوضاع السكن الجامعي. بهذا الخبر نصل وإياكم إلى نهاية هذه النشرة، نشكركم لطيب المتابعة، في أمان الله.